أعزائي المشاهدين في قناة الحقيقة، أهلا وسهلا بكم في برنامج جديد وحلقة جديدة، ويا رب حلقة النهاردة تعجبكم عشان جايبين لكم حاجات كتيرة جدا وأخبار كتيرة. ويلا بينا بقى عشان نبدأ البرنامج. طبعا كلكم عارفين أخبار الصاروخ الصيني اللي طلع من الصين وتاه، ولحد دلوقتي مش عارفين هو راح فين. طبعا هتبقى مشكلة كبيرة لو احنا قاعدين كده نزل علينا الصاروخ الصيني. وبعدين معاكي بقى يا صين، ها كورونا وصواريخ، هنروح فين تاني؟ هتعملي فينا ايه تاني يا صين؟ كفاية كده. وطبعا اخبار الكورونا للأسف كلنا عارفينها، وعارفين ان على طول الاعداد في تزايد مستمر. ربنا يستر ويا رب الموجة دي تعدي على خير. ودلوقتي بقى عشان وقت برنامجنا قرب يخلص، هقول لكم اخر خبر معانا. طبعا كلكم عارفين القضية اللي انا ماسكاها ورجل الاعمال اللي انا عايزة فعلا اثبت ان هو حرامي وبيعمل اعمال مشبوهة. كلكم عارفين ان انا بلاحق القضية دي كويس. احب اقول لكم ان انا وصلت لشوية تطورات في القضية، وقريب جدا لازم هكشفه ولازم هسلمه للعدالة والشرطة عشان تاخد مجراها وفعلا تاخد حقها منه. ودلوقتي للأسف خلص وقت برنامجنا بسرعة، مع الاوقات الحلوة بتعدي بسرعة. يلا بقى هشوفكوا تاني ان شاء الله، مع السلامة. سكتة. البرنامج النهاردة محقق أعلى إيرادات، والناس كلها عايزة تعرف مين هو راجل الأعمال اللي انت عايزة تكشفيه ده. أنا عارفة يا شهد ان انت مخرجة البرنامج ومن حقك ان انت تعرفي. بلاش يا شهد عشان ما عرضكيش للخطر، رجل الأعمال ده كبير جدا جدا، ولو عارف ان انا كشفته في أي وقت ممكن يأذيني أو يعمل لي حاجة. بلاش تعرفي يا شهد. وعموما ما تقلقيش عليا، في الوقت المناسب هتعرفي كل حاجة. طيب يا سجدة، عموما لو احتجتيني في اي وقت هتلاقيني دايما موجودة، اوكي؟ طبعا اوكي يا شهد، يا احلى مخرجة برنامج. انا اسف جدا يا سجدة ان انا جاي قبلك بالطريقة دي في المكتبة، بس هعمل ايه عشان مختار بيه ما يشكش فيا؟ ما انت عارفة لو شك فيا اكيد هيموتني. ولا يهمك منه ابدا يا حسن، بكرة لما اكشفه في البرنامج بتاعي مش هيقدر يأذيك ولا هيأذي اي حد تاني. اتمنى ان يحصل كده عشان الراجل ده لازم يتقبض عليه في اسرع وقت، الفساد بتاعه بقى كتير قوي. طيب بصي يا سجدة، عشان انا لازم اقوم عشان ما تأخرش، عشان مختار بيه ما ياخدش باله وما يلاحظ غيابي. انا بعتلك كل الايميلات اللي فيها حاجات الفساد اللي عملها مختار بيه، لما تروحي هتلاقيها عندك على الكمبيوتر. وخلي بالك من نفسك، انا دلوقتي لازم اقوم. هكشفه يعني هكشفه، ما تقلقش يا حسن، لازم ارجع لك الشركة بتاعتك اللي اخدها منك، وكمان هريح الناس كلها من ظلمه وفساده. مع السلامة يا حسن. ايه ده؟ ايه اللي حصل في البيت؟ وايه النار دي؟ النار يا بنتي ولعت في البيت، والحمد لله قدرنا نطفيها بالعافية، ربنا يعوض عليكي. ايه؟ يعني بيتي كله راح، وكمان الحاجات بتاعتي المهمة والورق والكمبيوتر اللي حسن بعتلي عليه الايميلات، كل حاجة راحت. اكيد ده بفعل فاعل، اكيد حد عملها. فعلا عندك حق يا بنتي، انا كمان متفق معاكي ان في حد عمل كده. انا مشتبه في شخص كنت شفته جنب البيت واعرف مكانه فين، تعالي اركبي معايا وانا وصلك ليه، ايه رأيك؟ مش عارفة اقولك ايه يا عمو محمد، عموما انت جاري من زمان وبثق في كلامك، انا هاجي معاك عشان توريني الشخص ده فين. احنا بعيدنا كتير جدا يا عمو محمد، ارجوك رجعني، انا هبلغ البوليس عن الشخص اللي انت بتقول عليه ده، لكن احنا كده رايحين ناحية البحر، وانت موديني فين؟ رجعني ارجوك، انا ابتديت اقلق. خلاص اهو خلاص احنا وصلنا، خلاص هتنزلي. دي سفينة يا عمو محمد، انت ليه جبتني هنا؟ دلوقتي هتفهمي كل حاجة، خليكي هنا بس
وانا هبقى اجيلك كمان شوية عن اذنك. اهلا اهلا بالمذيعة الكبيرة بتاعتنا اللي بتقدم اكبر برنامج وعايزة تكشفني فيه. انا رجل الاعمال مختار به الدرديري اللي عايزة تفضحني وتبين كل حاجة وحشة انا عملتها. اديني جيتلك لحد عندك، واحب اقولك برافو برافو برافو، خليتي حسن يبعتلك كل الايميلات اللي فيها حاجات الفساد بتاعتي. بس انتي نسيتي حاجة مهمة قوي، نسيتي ان حسن ده يبقى شغال عندي، وانا مركب له سماعات في كل حتة، وعارف كويس قوي هو بيقابل مين وبيتكلم يقول ايه. ولا انتي فاكراني غبي؟ احب اقولك برافو يا مختار بيه على كل حاجة انت عملتها، وكده انا اتأكدت ان انت اللي حرقت البيت عشان تدمر كل الايميلات اللي على الكمبيوتر، ودلوقتي كمان انت خطفني على السفينة دي. ها هتعمل ايه تاني؟ بس احب اقولك ان انا مش خايفة. ايه الثقة اللي انت بتتكلمي بيها دي؟ شايفك واثقة من نفسك قوي قوي. عموما دلوقتي حسن اللي انت بتقولي عليه ده هيكون معاكي هنا على نفس السفينة، عشان هنفيكوا في حتة بعيدة جدا جدا عشان ما تضايقونيش تاني. ويبقي وريني بقى هتدخليني السجن ازاي انت وحسن عن اذنك. حسن انا اسفة جدا على اللي انا سببته لك، انت على المركبة دي ومخطوف بسببي انا، بس انا كنت عايزة اكشف فساده، وكمان كان لازم حقك يرجع لك. بس يا سجدة ما تتأسفيش وما تكمليش الكلام اللي انت بتقوليه ده، احنا من الاول اتفقنا ان احنا نكشف الفساد بتاعه وكل حاجة بيعملها، بس دلوقتي احنا مش عارفين احنا راكبين السفينة دي وهتودينا على فين. اطمن يا حسن انا عملت حسابي، اول ما قلتلي ان انت بعت الايميلات عندي على الكمبيوتر انا بعت مسج لواحدة صاحبتي لو جرالي حاجة هي هتتصرف، وهي دلوقتي اكيد لازم هتكون شافت المسج. اطمن يا حسن لما نشوف ان شاء الله ايه اللي هيحصل. ايه ده، هي سجدة كل ده فين؟ مختفية ما بعتتليش ولا كلمتني. ايه ده، ده في مسج هنا ليها، لما افتح المسج واشوف هي بعتالي بتقولي ايه. ايه ده، معقولة سجدة بعتالي الرقم السري والحساب بتاعها وعليه كل الايميلات بتاعة مختار الدرديري والفساد بتاعه؟ دي حاجات كتيرة قوي، وكمان بعتالي اخر موقع هي كانت فيه. مش معقول كده، سجدة اكيد اتكشفت، اكيد مختار الدرديري كشفها وخطفها. انا لازم ابلغ البوليس حالا واسلمهم كل الايميلات بتاعه الفساد بتاعه مختار الدرديري واكشفه، وكمان اديلهم الموقع بتاع سجدة عشان يلحقوها، ده عند البحر مش بعيد تكون في سفينة دلوقتي. ايه ده، حضرة الضابط حنان اتفضلي، ممكن اوصلك الحتة اللي انت عايزاها بالليموزين بتاعتي. انا مش جاي اركب يا مختار بيه، اتفضل معايا على سيارة الشرطة لان انت مطلوب القبض عليك، ولو اتكلمت كلمة زيادة هاخدك بالعافية قدام الناس دي كلها وهتبقى شكلك وحش جدا. اتفضل قدامي. يا حضرة الضابط انا مختار بيه درديري، اكبر رجل اعمال في العالم، ازاي تاخديني قدام الناس بالطريقة دي؟ انت اكبر رجل اعمال في العالم بس اكبر رجل فساد، والايميلات بتاعتك وكل ورق الفساد وقع تحت ايدينا وهتقعد في السجن مدى الحياة. سجدة دي مذيعة ذكية جدا جدا، برغم ان انت خطفتها دلوقتي في المركبة هي وحسن اللي بيشتغل عندك، لكنها قدرت توصلنا للايميلات بذكائها، وكانت موصلة الحساب بتاعها على حساب واحدة صاحبتها، وقدرنا نوصل لكل حاجة بسهولة. وحب اقولك ان احنا حددنا مكانها هي وحسن، والسفينة كلها عرفنا هي متجهة فين، كنت عايز توديهم جزيرة مقطوعة. انت حقيقي راجل فساد فعلا. انا هقوم اكبر محامي في البلد يا حضرة الضابط، مش هقعد في السجن مدى الحياة، وهشكك كمان في الايميلات والورق اللي معاكو ده.
أحب أقولك إن أنت هتقعد في السجن، يعني هتقعد في السجن يا مختار يا درديري، لأن إحنا مراقبينك من زمان، وحسابات البنوك عندك، وكل الناس اللي أنت بتشتغل معاهم غير قانوني، يعني هتخش السجن، هتخش السجن، التهم كلها لبساك لبساك، وحسن كمان هترجع له الشركة بتاعته تاني اللي أنت خدتها منه يا لص. سجدة تعالي هنا، أنا شايف مركبة جاية علينا، شكلهم جايين لنا، تعالي تعالي. يس الحمد لله، يبقى أكيد لقونا، أكيد المسج اللي أنا بعتها لشهد هي اتصرفت وبلغت البوليس، الحمد لله. وأخيرا شفتك يا سجدة، الحمد لله، طمنيني عليكي، إيه اللي حصل؟ حاجة حصلت لك أنت وحسن؟ أنتوا كويسين؟ أنا بلغت البوليس، وكمان قبضوا خلاص على مختار الدرديري، وشركتك هترجع لك يا حسن، الحمد لله. الحمد لله، مش قلتلك يا شهد هتعرفي كل حاجة في وقتها، وأخيرا كشفت ملف مختار الدرديري، وكمان اتقبض عليه، الحمد لله. وأنا كمان متشكر جدا يا شهد، لولاك انك اتصرفتي كان زماني انا وسجده دلوقتي في جزيره بعيده، والله اعلم كان ايه اللي حصل فينا، ومختار الدرديري كان فضل حر زي ما هو، واخيرا الحمد لله شركتي هترجعلي. وانت يا سجده يلا عشان ترجعي البرنامج بتاعك منتصره، كل الناس مستنياكي ومستنيه تشوفك بعد النصر اللي انت عملتيه. يس الحمد لله، اكيد هرجع يا شهد، وهرجع بقوه كمان. أنا متشكرة ليك جدا يا أستاذ حسن، لولا الإيميلات اللي أنت بعتها لي ما كناش عرفنا نوصل لمختار الدرديري، ولا نعرف بكمية الفساد اللي هو كان عملها، لازم الناس كلها لما تشوف أي فساد أو أي حاجة لازم تكشف عنه. طبعا طبعا يا أستاذة سجدة، حتى لو كان مختار الدرديري ما كانش أخد الشركة بتاعتي برضه كنت هبلغ عنه، وكنت هبلغ عن حجم الفساد اللي هو شغال فيه. بعد ما شركتي رجعت لي دلوقتي هرجعها تشتغل أحسن ما يكون، وباسمي وباسم كل الموظفين اللي شغالين في الشركة عندي بنقدم لك شكر يا أستاذة سجدة، لأنك رجعت لنا شركتنا وحياتنا تاني. وأنا كمان بشكرك جدا يا أستاذ حسن، لولاك ما كناش أنقذنا العالم من راجل زي ده. ودلوقتي خلص برنامجنا، بس هشوفكوا تاني أعزائي المشاهدين في قضية تانية وملف تاني، ودلوقتي مع السلامة.